عليكم. كشف موقع العربي الجديد أن السلطات الجزائرية قررت تعليق كامل اللقاءات والاجتماعات التي كانت مقررة مع الجانب الفرنسي وتجميد اتصالات الدبلوماسية مع باريس. وقال الموقع في خبر حصري أن الرئيس الجزائري أمر وزارة الخارجية بتجميد كافة الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الفرنسي. وبناء على تعليمات الرئيس، فإن خارجية جزائرية أصدرت أوامر بعدم الرد على أي اتصالات أو مراسلات وافدة من السفارات الفرنسية في الجزائر أو من خارجية الفرنسية من باريس أو من كل هيئة فرنسية حتى إشعار آخر. أيضا تم توجيه تعليمات من الرئاسة في نفس السياق تقضي بتجميد جميع الأنشطة والاجتماعات واللقاءات الدورية التي كانت مبرمجة مع الطرف الفرنسي سواء في الجزائر أو في باريس وفي جميع قطاعات التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين. ويشمل الأمر كل من التعاون في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي وتعليق تنقل وفود رسمية بين البلدين ما عدا ما يتعلق بالأنشطة الدولية التي تعقد في فرنسا. وكانت صحيفة لوبينيون الفرنسية قد نقلت يوم الأربعاء الماضي عن مصدر رسمي تأكده أن ماكرون حاول اتصال بالرئيس الجزائري بهدف دعوته لحضور مؤتمر باريس حول أزمة ليبيا، إلا أنه لم يتمكن من الحديث مع الرئيس الجزائري وهي سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.